طيب كنت بقول لكم ان كارلوس كيروش بيقول لعبته كده، انت عندك يا ابني خد بالك انه خط دفاع المنتخب الكاميروني قوي البنيان جدا شديد جدا، بس في عيب قاتل ان هم بطاء. البطء تواجهه بايه؟ تواجهه بالسرعه. احنا عندنا تقرير عن مواطن القوه والضعف في الكاميرون، هنزيعه دلوقتي، لكن الراجل قاعد قال لهم البطء ده هنواجهه بالسرعه. السرعه يعني ايه؟ يعني انت النهارده محمد صلاح سرعه كبيره جدا، عمر مرموش في الشمال سرعه كبيره جدا، مصطفى محمد قال له انا بقدر جدا جدا ادائك حتى لو الناس مش شايفه ده. فكرني بمروان، مروان محسن، كانت الناس دايما تهاجمه على فكره، لكن كان بياخد ادوار دفاعيه مع هيكتور كوبر، وما تلا هيكتور كوبر سواء بعديه جه اجيري والناس اللي جت بعديه، فكان مروان محسن بياخد ادوار دفاعيه قويه جدا، وكان المدير الفني يقدرها جدا. انا كنت بتشوف مروان محسن في ال 18 ويرد يدافع وكل الكلام ده، الكلام ده بيعمله دلوقتي مصطفى محمد. مصطفى محمد لو قلت لي مين ليه دور بارز جدا في مباراة المغرب اللي كسبناها، اذا اخترت خمسة انا كشبانة انا اختار منهم مصطفى محمد. هتقول يا راجل ده ما ده ضيع ده ما اعرفش ايه ده، ان مصطفى محمد بيرد بعد نص الملعب وبيقفل على كل العناصر زي البلاي ميكر بتاع منتخب المغرب في المباراه اللي فاتت، قفل عليه تماما وكان عامل عبء ثقيل جدا في ارتداده للخلف على نص الملعب بتاع منتخب الكاميرون، وكان ضاغط 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 بشكل كبير جدا، ويرجع تاني يرد يهاجم ويفتح مساحات لصلاح ويفتح مساحات لمرموش او لتريزيجيه من الناحيه التانيه. فقال لمصطفى محمد ومرموش تحديدا قال لهم بصوا بقى انتوا بذلتوا مجهود جبار في البطوله دي، وانما الناس حاسباكم باستمرار على الجوال، انا متوقع ان انتوا هتهزوا الشباك في البطوله دي. كيروش تنبأ لمصطفى محمد قال لهم بشرى كده، قال لهم قلنا انا الحارس الكاميروني انا متوقع ان الجولين بتوعنا ان شاء الله في الكاميرون واحد لمصطفى محمد وواحد لعمر مرموش، المهم انك تستغل سرعتك جدا في مواجهه البطء المتوقع للمدافعين الكاميرونيين، بمعنى لو في سبرنت اكيد هيكسب عمر مرموش، لو في اي حركه لمصطفى محمد في ال 18 تمويه بجسمه، عمل 1-2 مع صلاح، عمل 1-2 مع مرموش، في الاخر ان شاء الله مصطفى محمد هو اللي هيتغلب. وبالتالي قال لهم اهم حاجه وانت بتلعب يكون تركيزك عالي جدا قدام المرمى، لان دي المباراه دي بتوصف انها من مباريات يعني استغلال انصاف الفرص، المهم انك تستغل انصاف الفرص.